أهلا بكم في مكتبة الجامع، الفضاء الرحب للحوار والتسامح والتفاعل بين الحضارات، التي تحتضن كنزا قيما من نفائس الكتب النادرة والمخطوطات الفريدة. نحن على موعد هذا الشهر مع مخطوطة بعنوان كتاب المجتنى. فالكتاب مؤلف مما اجتناه ابن دريدم مما يحفظ من المنثور والمنظوم في هذه الفنون التي ذكرها، وقد وضعه في 18 باباً. بدأ بابه الأول بما سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع من غيره قبله، وعدة ما ذكره في هذا الباب 65 حديثاً.